طبعا. بعد كده بقى ايه اللي حصل لصفقه الانتقال اللي دايما يقول لك كذا وكذا وكذا؟ لا انت رحت تركيا اعتقد الفتره دي. يمكن برضه صفقه الانتقال دي كان فيها صدف يعني، اتاخرت شويه لان انت كنت قبل كده. بص كان قبل كده ويعني يعني كل شيء نصيب طبعا. يمكن الفتره اللي انت رحت فيها انت وبركات كان خلاص بدا النادي الاهلي يكلمني في الوقت ده، فيمكن بعدها على طول انا اتعورت، جالي رباط صليبي واحنا بنلعب في البطوله العربيه. صح. فالموضوع وقف شويه. كان وقتها النادي الاهلي جاب طارق السعيد، وكان عبد الوهاب الله يرحمه ورجع من الامارات، وكان جيلبرتو موجود، وانا اتعورت. فخلاص فالموضوع يعني انا بالنسبه لي كنت حاسس ان هو انتهى، يعني ان انت يجي لك رباط صليبي فده يعني مع لعيب كوره 24 سنه ومكانك في ناس كتيره جدا في مصر في الفتره دي. انا يعني كان يمكن انا وانت من حظنا السيء ان احنا في الفتره وقتنا دي كان ناحيتين فيهم ناس كتيره جدا، تقال جدا يعني كان في عدد ممكن تختار مثلا من 6 باكات ليفت عايز منهم واحد او اتنين، 6 باكات رايت عايز منهم واحد او اتنين، كلهم زي بعض وكلهم مستويات عاليه يعني. جدا يعني يعني اقل واحد فيهم هتدي له 8 من 10 مظبوط، يعني انما كلهم مستويات قريبه من بعض. فبعدها الموضوع وقف، وقف تماما ومفيش اي حاجه. يمكن عدى سنه ونص او سنتين بدات ارجع لمستواي، لان انا بعد الصليبي هو الصليبي سنه وتاخد لك 5 6 شهور كمان، سنه ونص يعني تقريبا. مثلا 6 شهور اما رجعت الملعب انا موجود في الملعب بس مش موجود موجود اسما انما كاداء لا خالص. وانا ما كنتش حاسس ان انا يعني حاسس ان انا حد ماسك ركبتي وانا بجري، فانا ما فيش. المهم كان النادي الاسماعيلي في بين موسم وموسم كده كان بوكير موجود، تاني سنه بدات بشكل كويس جدا. النادي الاسماعيلي بينافس، ويمكن انا واحد من الناس اللي ليها اسباب ان هو ينافس، تالق عدد من اللعيبه كنت انا واحد منهم في الوقت ده. فبدا بقى الكلام مع النادي الاهلي مره تانيه، وده كان قبل كاس الامم 2008 قبل المعسكر الاخير، ويمكن الصفقه تمت يعني انا النادي الاسماعيلي اتفق مع النادي الاهلي، كان المهندس يحيى الكومي، وانا روحت بيتنا وخلاص في اتفاق، والاستغناء هتيجي من الاسماعيليه بكره. تمام. الاستغناء راحت عشان يمدوها من المنطقه. الدنيا اتقلبت في اسماعيليه، عرفوا ان في صفقه بتتم، الناس قلبت الدنيا في ثانيه، الموضوع بقى في النادي مشكله، المحافظ اقل مجلس اداره الاسماعيلي فتم تغييره، ف الموضوع راح واقف. وانا اصلا في المعسكر الاخير رايحين كاس الامم صفر. انا فاكر موقف للكابتن حسن شحاته وقتها، كنا في بنلعب ماتش ودي في البرتغال مع انجولا، فرحت له بعد الماتش واحنا راجعين، بقى احنا راجعين على القاهره نقعد يومين وبعد كده المفروض اروح غانا. فانا قلت له يا كابتن انا مش هينفع اروح، انا دلوقتي انا مش عارف انا اكيد مش هينفع ارجع اسماعيليه. بعد انا طلعت في التلفزيون وقلت انا اخترت النادي الاهلي وانا عايز ابقى لعيب في النادي الاهلي، فقلت له اكيد مش هقدر اكمل في النادي الاسماعيلي، فانا محتاج ان انا لازم اعمل حاجه خلال الفتره دي. قال لي بص انت توكل على الله وتعالى معانا البطوله، واللي يحصل كده كده انت مش هتعمل حاجه. والله جالك عرض ومشيت، اهلا وسهلا، النادي ما وافقش، خلاص هترجع على النادي. فالمهم فعلا انا توكلت على الله وسافرت، وانا في البطوله بعد تاني ماتش كان في فرقه كان ايمن عبد العزيز بيلعب فيها طرابزون التركي ومحتاجين باك ليفت اعاره بنيه البيع. الله حلو. جات لي بص اقسم بالله العظيم الله مش عايز فلوس مش عايز حاجه انا يعني ما فكرتش يعني ما فكرتش في اي حاجه، انا دلوقتي محتاج ان انا اتحرك والعب اتحرك وانا مش عايز افضل في مشكله. فالمهم رحت 6 شهور واخر شهرين كان حصل ان النادي هيشتريني. هو الاعاره بنيه البيع لو دفع مبلغ معين للنادي الاسماعيلي فخلاص انا بتاعه. فانا فضلت مع النادي لحد ما دفع الفلوس. اول ما دفع الفلوس انا قلت انا عايز ارجع باي طريقه، انا مالكش انت في الاعاره دي خالص انا صعب. عايز ارجع باي طريقه. فاول ما حصل حديث مع النادي الاهلي، ونقطه برضو توضيحيه عشان في بعض الناس يعني واخدين الموضوع ده يمكن عليا انا وانت وعلى ناس كتير يقول لك مهما تقول مهما تقول انتوا متفقين. انا لحد ما نادي طرابزون دفع الفلوس للنادي الاسماعيلي ما كانش فيه
اي اتفاق مع النادي الاهلي. انا بعد كده انا اللي طلبت ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. يعني يمكن وانا عارف انا بقول يعني انا يعني انا اللي طلبت بعدها لان انا اصلا معلش تاني يا سيد دي عشان دي مهمه جدا. في بعض من الجمهور ما بيصدقش الكلام ده, بيقول لك ان انتوا عاملين ايه, عاملين قصه وكوبري وبتاع والكلام ده غير صحيح. انا وانا في كاس الامم والله النادي الاهلي ما كان له علاقه بالعرض اللي جالي ولا اي حاجه. وانا ما فكرتش في اي حاجه بعد كده, انا فكرت ان انا اتحرك في الوقت ده لان الوقت ده لو انا كان صعب ترجع الاسماعيلي. انت خلاص قلت انا عايز النادي الاهلي والصفقه بتاع الاهلي مش هتتم دلوقتي. فانا لازم اتحرك من النادي دلوقتي, وجات لي فرصه ان نادي في تركيا والله بص انا انا يعني مش عايز اكلمك, انا هناك يعني ما صدقت بمعنى اصح ان انا ايه عايز الامور تعدي. فيعني يمكن ما اتكلمتش مع النادي في اي حاجه خلال الست شهور. لعبت 7-8 ماتشات من 10 ماتشات لحد يعني في الاخر كده, بس بعد ما ايه ما ارتحت شويه بداوا خلاص يتفقوا مع النادي الاسماعيلي وهيدفعوا الفلوس, بدات اريح شويه بمعنى صح. وده يمكن عيب يعني برضو يمكن غلط طبعا. يعني قول ان انت ان انت كنت لازم يعني طالما واخد قرارك تكمل يبقى تكمل. فيمكن دي النقطه الايجابيه الوحيده فيها ان انا رجعت عند الاهلي. يعني دي حسنة الوحيدة في اللي انا عملته ان انا مثلا يعني الموضوع بعد ما لعبت 5-6 ماتشات بدأت اريح خلاص هم هيشتروني, فانا الموضوع بالنسبة لي منتهي. المهم بعد كده رجعت على النادي الاهلي, رجعت في بداية موسم 2008 مع مستر مانويل. مستر مانويل من اول يوم هو بيتكلم معايا قال لي انا طالبك من اول يوم, وانا قلت لهم ان انا عايز. عارف ان هو دايما لما كان بيقعد معانا كان يقول لنا كده, انتوا الاثنين فاضل لكم سيد. فيعني دي من الحاجات اللي كانت محسساني ان انا يعني مدرب بيحقق بطولات كبيره للنادي ومدرب اسم كبير, فان هو يبقى عايزك ومختارك انت بالاسم ده بيفرق معاك بشكل كبير.